ايش اللي صار يا حاج؟ ايش اللي صار؟ ابني يا اخي ابني يا اخي عزوز يا ابني واحنا قاعدين في قلب الدور ملان الدار هذه ملانه والدار هذه ملانه وكل هيتنا قاعدين في قلب الدار كنا قاعدين في قلب الله اولادي انا فوق ال 30 نفر اولاد ونسوان كلهم نسوان صار فيهم الصواب وش اخذوهم على المستشفى انا كمي ليش الصواب وش والله البراعينها بتطفح طفح دم كلهم الصواب انت كنت شغال وجيت هيك فجأة؟ شغال اختي اللي والله ما عاد بيعرف ايش صار والله ما عاد بيعرف كلهم قريب في الدور تاع عائلات هنا كل الدور فيها ألف واحد هنا في المنطقة كلهم استشهدوا يا رب مالنا غيرك يا رب مالنا غيرك يا رب يا رب قتل أطفالنا يا رب والله يا رب حذرونا يا رب عليك بحكام العرب يا رب والله ما حذرونا يا رب راح اطفالنا قاعدين مهمنين يا رب تحت جنازه معك يا رب قتلوا اطفالنا ونسانا يا رب يا رب منا غيرك يا رب امان يا رب